احباب مشتركي سبورانيت. اذا في الفيديو هذا باش نصلح لكم بعض التمارينات على بنيه الماده بطبيعة بالاستناد الى الملخص اللي شفناه. نبدا بالتمرين رقم 1، اجب عن الاسئله التاليه: هل ان الهباءات في الاجسام الصلبه تكون متحركه او غير متحركه؟ هل ان الهباءات في الاجسام السائله تكون متحركه او غير متحركه؟ هل ان الهباءات في الاجسام الغازيه تكون متحركه او غير متحركه؟ في الاجسام الصلبه تكون يعني الحبيبات مرتبه او غير مرتبه؟ اذا والاجسام الصلبه لها شكل ثابت صحيح ام خطا؟ للسوائل شكل ثابت صحيح ام خطا؟ فهمنا؟ اذا لهنا نبدا نجاوب على الاسئله تاعي. اذا نعرفوا نحن انه في الاجسام الصلبه تكون الهباءات غير متحركه، اذا هنا غير متحركه، وفي الاجسام السائله تكون متحركه، وفي الاجسام الغازيه تكون متحركه. فهمنا؟ اذا في الاجسام الصلبه فقط تكون غير متحركه. في الاجسام الصلبه تكون الحبيبات مرتبه او غير مرتبه، اذا في الاجسام الصلبه تكون مرتبه، والاجسام الصلبه لها شكل ثابت صحيح ام خطا؟ صحيح لها شكل ثابت، ثم بعض المعطيات اللي شفناها في السنه 7 اساسي. للسوائل شكل ثابت صحيح ام خطا؟ اذا للسوائل شكل غير ثابت لهنا خطا. فهمنا؟ السوائل ما عندهاش شكل، مي كيما مثلا الماء دبوز، ماء عندك واحد ترمي الماء تحطه في دبوزه عندها شكل مثلا نحطوها هكايا باش ياخذ الشكل هذا، كي نحطو في قاروره هكايا باش ياخذ الشكل هذا، اذا هو ما عندوش شكل معين، لكن الاجسام الصلبه عندها شكل معين. باهي، هذا التمرين الموالي عباره على فقره باش نحط الكلمات في المكان المناسب. اذا لهنا المواد الصلبه لها شكل، قلنا نحن في التمرين اللي فات هو شكل ثابت، اذا عندي لهنا شكل ثابت. فهمنا؟ اذا لها شكل ثابت، حيث أن الجزيئات لا تنتقل من مكانها، الجزيئات بقدر كبير في الحالة الجامدة. إذا شبه لنا الجزيئات في الحالة الجامدة كيفاش تكون؟ متقاربة، إذا متقاربة بشكل كبير في الحالة الجامدة. إذا عندي هنا متقاربة، هذه رقم 2، إذا نجم نحطها لكم هنا متقاربة. في المواد الصلبة غالب، إذا لهنا مش عندي الكلمة الأولى في أول الجملة هي اللي معناتها باش نكملها، نجم نقرا الجملة الكل باش نجم نكمل أول الجملة. فهمنا؟ في المواد الصلبة عالية لأن الفراغات صغيرة جدا بين الجزيئات. شنو هي تكون عالية في المواد الصلبة؟ الكثافة، لهنا الكثافة، دروس راهي مرتبطة ببعضها، إذا هذه رقم 3. نأخذ شكل، تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه، وفي السوائل ليست ثابتة. إذا شنو هي تأخذ لهنا شكل الوعاء؟ قلنا السوائل. إذا لهنا رقم 4 عندي السوائل، نجم نكتبها لكم من هنا، هذه رقم 4. إذا شكل الوعاء الذي توضع فيه وفي السوائل ليست ثابتة، شنو هي ليست ثابتة؟ الجزيئات. إذا الجزيئات رقم 5. باهي، السوائل لهنا، إذا نحاول إني نكمل الجملة باش نجم نحط الكلمة في المكان. إذا السوائل صعبة لأن جزيئات السائل لا تتقارب نتيجة الضغط، إذا السوائل صعبة الضغط. إذا رقم 6 لهنا عندي الضغط. السوائل عالية الكثافة إلى حد ما وليس هناك كبيرة بين الجزيئات. شنو قلنا؟ الجزيئات شبيهة في السوائل متقاربة، إذا ليس هناك مساحة كبيرة بين ولا مساحات كبيرة. إذا رقم 7 لهنا مساحات. عندي لنا الكلمة باش نكملها، للغازات شكل محدد لكن الغازات أي فراغات متاح لأن الجزيئات تتحرك بسرعة في كل. إذا هنا يحكي على الغازات، إذا شكل محدد، هل أن الغازات شكل محدد؟ ليس، إذا ليس الغازات شكل محدد، لكن الغازات شبه هنا تملأ أي فراغ متاح لأن الجزيئات تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات. فهمنا؟ تبدو محاضرين درسكم بالكدا، تنجموا تحطوا الكلمات في مكان وتحصلوا على يعني اعداد كامل. يمكن ضغط الغازات بسهوله ولجزيئات الغازات مساحات كبيره فيما بينها، لذلك فانه من السهل ان جزيئات الغاز من السهل ان تتقارب. يعني نجم نكتبها لكم هنا تتقارب. كثافه الغازات منخفضه جدا وهناك مساحات كبيره بين الجزيئات، اذا مساحات فارغه. باهي، فهمنا؟ هذه الفقره هذه عباره على مراجعه للدرس نتاعكم، فيها بعض التعاريف، فيها بعض يعني الخاصيات. به التمرين الموالي،
اذا التمرين هذا هو عباره على درس، فهمنا؟ اعطيني كلمات باش نحطهم لهنا عباره على هذه، اذا عباره على شجره باش نكمل بها. اذا الماده قلنا عندي نوعين من الماده، فما الماده غير النقيه والنقيه. اذا هنا غير النقيه، واعطيكم كلمات باش تكملوا بهم هم، ولهنا النقيه باهي. اذا غير النقيه شنو عندنا لهنا في غير النقيه؟ بالطبيعه فما امزجه متجانسه وامزجه غير متجانسه. عندي لهنا امزجه متجانسة ولهنا غير متجانسة. متجانسة اذا لهنا عطيني بالطبيعة باش ناخذ مثال، مثال الصخور من بين الكلمات اللي عطيهم لي لهنا، باهي كلمات موجودين على الشاشة عفوا. والمتجانسة لهنا مثال ماء البحر. النقية اذا فما عناصر وفما مركبات، اذا عندي عناصر عندي مركبات. مثال هنا عندي كبريت وعندي حديد، باهي. اذا ماء مركبات وعندي ثاني اكسيد الكربون، فهمنا؟ هذه يعني مراجعة صغيرة لبنية المادة. تعدى التمرين الموالي. اذا تجسد الصورة الاولى رسما لهباءة الماء. هي هباءة الماء، الماء هو نرمز له بالهاش دو زو. اذا هاش دو زو شو معناتها لهنا؟ هاش دو زو معناتها عندي او عندي اش وعندي اش. او هو الاكسجين، اش هو الهيدروجين، فهمنا؟ اذا لهنا هذه الهباء هاوين، وهذا هو الاش وهذايا، اذا هذا هو الاو وهذا هاش اش، فهمنا؟ هاش هاش والاو باهي. هذه هي هباءة الماء. وتمثل الصورة الثانية مجموعة هباءات متلاصقة بطبيعة متاع الماء. كم عدد الهباءات الموجودة في الرسم الثاني؟ باهي لهنا قداش عندي من او؟ عندي واحد اثنين ثلاثة، اذا عندي لهنا اربعة هكا ولا؟ اذا كم عدد الهباءات الموجودة في الرسم هذا؟ اربع هباءات. اذا اربع اذا هباءات، فهمنا؟ لهنا معناتها عندي كاتر هاش دوزو، باهي. احسب كتلة الهباءات الموجودة في نفس الرسم الثاني، مع العلم ان كتلة هباءة الماء الواحدة بحساب الكيلوغرام اذا تساوي 2.99 10 قوة ناقص 26 كيلو جرام. اذا لهنا بالطبيعة مش نحسبوها في الرسم الثاني، اذا مش نضرب في الاربعة هكا ولا؟ اذا هذه باش نضربها في الاربعة، اذا مش تعطيني اربعة ضارب 2.99 10 قوة ناقص 26، اذا يساوي 11.96 10 قوة ناقص 26 كيلو جرام، باهي. اكيد نكون عطيتكم مجموعة من التمارين البسيطة اللي تفهمنا الدرس، باهي. هذوما عبارة على يعني درس موجود في التمارين. كان عندكم تمرين بالطبيعة تحبوني نصلحه لكم، يكفي انكم تتصلوا بصبورة نت وانا نهبط لكم الاصلاح في اي وقت كان. راهو البوت لهنا الهدف اني نبسط لكم المادة، خاطر الفيزياء مادة جديدة، مانيش باش نكثر عليكم بالتمارينات، ولكن نبسط لكم التمارينات الى اقصى حد ممكن اللي باش تفهموا بها الدرس نتاعكم، باهي.